بسم الله الرحمن الرحيم. عندي وفاق هذه الحالة قبل فيها هذا الطب، فما وجدت في هذه الطب؟ طبعا بالنسبة للألوبيشيا اللي هي تساقط الشعر والمخططات، يعني في أسباب كثيرة لي، واحدة من الأشياء منها هي جهاز المناعة، ممكن يكون هاجم وصلات الشعر وكذا. طبعا أنا ماني دكتور متخصص في مثلا الأمراض الجلدية، لأن هذا أعتقد يحتاج شخص متخصص، أو في الأمراض المناعية في أشخاص متخصصين بشكل عام يعني بدقة أكثر. لكن بشكل عام المعلومات البسيطة في الموضوع إنه الأمراض المناعية عادة يعني ما من السهولة التحكم بها، تمام؟ وهي ممكن تصيب الشخص بأكثر من طريقة، يعني ممكن مثلا هذا المرض المناعي يصيب وصلات الشعر، ممكن يصيب مثلا الجلد، حتى الناس اللي يكون مثلا معها أو شيء من هذا القبيل، أو تغير في الجلد معها، أو إنه يصيب مثلا جهاز الأعصاب، أو إنه ممكن يصيب مثلا على سبيل المثال أي جزء من أجزاء الجسم، فهو ممكن يصيب الشخص بأكثر من اتجاه. طبعاً العلاجات مع علاجات وهذه الأشياء عادةً يأخذون الأشخاص مثلاً ممكن أدوية مثل مثبطة للمناعة أو شيء من هذا القبيل، ومن هذا القبيل طبعاً على أساس إنه الجهاز المناعي ينخفض، على أساس إنه وصلات الشعر أو إنه العلاج يكون. طبعاً كما خبرتك أنا مثلاً صراحةً كعلاج وكذا ما أستطيع أفتيك الموضوع، لأنني بصراحةً ما عندي اطلاع فيه، زين؟ لأن هذا يحتاج شخص متخصص الأمراض المناعية وأيضا في الأمراض الجلدية. لكن هل هذا علاجها سهل؟ عادة ما بالسهولة، زين؟ هل هي أمراض مزمنة؟ بعد نعم، زين؟ المرض مزمن، زين؟ هل ليها أسباب معينة؟ في أسباب كثيرة، في ناس فيها عوامل وراثية مثلا، عوامل بيئية مثلا على سبيل المثال، عوامل مثلا فيروسية، عادة الجهاز المناعي يكون يسوي هذا بعد ما الإصابة بشخص بفيروس معين مثلا، فيروس السكام بداية، ويبدأ الجهاز المناعي يسوي أمراض الأجسام المضادة، بس الأجسام المضادة تكون بطريقة زيادة عن اللزوم، فتهاجم ما تهاجم الفيروس مثلا، تهاجم أيضا نفس الشيء خلايا الجسم بالنفس، فاهمني؟ ففي أشخاص كثر نحن نشوفهم مثلا ممكن يصاب لا سمح الله بفشل كلوي، أو يصاب مثلا بفشل كبدي، أو يصاب لا سمح الله في أمراض في الدم أو شيء بسبب جهاز المناعي، تمام؟ وهي أمراض بصراحة يعني للأسف ما من السهولة علاجها والتحكم بها، وبس في أمراض أخرى يعني من هذه الأنواع المناعية أيضا التحكم بها يكون أسهل من أمراض مناعية أخرى. هذا من الجهة الطبية. من الجهة الأخرى بصراحة يعني ممكن الأستاذ أبو نبهاني